نقلع الحشيش نقي عليها، ننقش عليها شويه، نحرك عليها الارض، ندور الى اشتري هكذا، نوقفها ندورها مع الخيط، وراني ندور فيهم ونقي فيهم. الهواريه بوديا اسم وجسد التصق بالارض وصنع حكايه عشق عمرها 40 عاما. فكيف كانت البدايه؟ في 82 جيت من وهران، جيت هنا تزوجت هنايا في بسكرة. بغيت انا الفلاحه، هو ما بغاش فلاحه، هو كان تاجر. قلت له انا لازم نشري الارض، كان عندي شويه ذهب بحته، وشريت الارض وقعدت نخدم. شريتها، استثمرت فيها، شريت النخلات، شريت جبار، غرسته وخدمتها، وغرست الجور مطميرة، تعبت عليها وجريت عليها وخسرت عليها، وراني عايشة فيها. عشقت هواري الأرض وارتمت في أحضانها بعدما اعتقدت أنها ستدر عليها بالخير أفضل من أي مشروع آخر. أنا منيش بتلارض، وأصلي بروحها والدية مش يسحب أرض. أنا جاتني في راسي نفحة أرض، كنت باغي ندير حمام، بطلت، قلت لا والله غندير فلاحة، عجبتني النخلة، قلت والله غير درت فلاحة. أعانك الله يا هواري وأمدك بالصحة والعافية، ودمت خدومة للأرض.